وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه بموجب المتغيرات العالمية كان من المتوقع أن تكون الأسعار أكثر من ذلك، ولكن الإجراءات الحكومية ساهمت في كبح ذلك. ودلل الرئيس السيسي على ذلك بارتفاع التضخم الكبير لدى الدول الأوروبية رغم تنفيذها كل إجراءات الحوكمة وضبط الزيادة السكانية. خلي بالكم، المفروض أن الأسعار في مصر تبقى أكتر من كده بكتير، وأنا والله مش بقول كده بجامل الحكومة يعني. وهديكم مثال، هو النهاردة الدول الأوروبية والغربية، ودي كانت لا ما كانتش كان من ضمن معايير الاتحاد الأوروبي إن أبدا معدل التضخم لا يزيد عن 2%، مش كده؟ ده ودي ثوابت عندهم سنين طويلة، يقعدوا كده بال 10 وال 15 سنة بكل المتغيرات الدولية. النهاردة لما يبقى في حد بعض الدول 5 وفي بعض الدول 9 وبعض الدول 11، انا بتكلم على دول غنيه وعندها انظمه مستقره، انظمه يعني اداريه وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمه، ده كل ده ومش كده وبس، وما عندهاش عامل مهم جدا جدا موجود عندنا، هو عامل النمو السكاني. في دول بقى لها 40 سنه عدد سكانها ما زادش، وبالتالي ده عامل مهم نحطه في الاعتبار. لكن بالرغم من كده هم حصل عندهم نتيجة الحرب التضخم أو زيادة في الأسعار. طب إحنا لو إحنا عايز أقول لكم على حاجة، لو كان تكلفة الطاقة في مصر اتعاملنا به طبقا للأسعار العالمية دلوقتي، أنا أتصور إن كانت حصل قفزة كبيرة جدا في التكلفة.